عايزين تعرفوا السمك ده عملناه ازاي؟ ما انا شفته في الفيديو الاول. جبناه قطعناه والرز، رز طعمه تحفة. شايفين السمك مقرمش، مش شارب نقطة زيت. عايزين تعرفوا اللي عملناه ده عملناه ازاي؟ يلا تعالوا معايا على الفيديو وهوريكم عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل رز، وهننقعه دلوقتي. انتوا عارفين طبعا ان هو بتنقعه ازاي. انا عاوزاكم تكونوا شطار زي ماما في عمايل الرز. زي ماما؟ اه زي ماما. ماشي، هنعمل رز وايه؟ وسمك مقلي تونة. اه الرز اهو، بعد ما هو حط عليه المية هنسيبه كده نص ساعة. نص ساعة؟ اه نسيبه منقوع في المية السخنة دي كده ايه، نص ساعة. نص ساعة. وما تخافيش، مش بيبوش ولا بيجراله اي حاجة، بيبقى طعمه حلو. هنعمل ايه جنبه يا غودة؟ سمك مقلي كله بلاتي. سمك ايه؟ مقلي ايه؟ تونة كله بلاتي. كله برق لي. اه ماشي يا حبيبتي، هنعمل جنبه سمك مقلي كله برق لي عشان غودة. ماما دلوقتي ما سابته نص ساعة. شوفوا مال الصينية ازاي، بسم الله ما شاء الله. وتبلنا السمك التونة اللي قلتلكوا عليه في أول الفيديو، ونضفناه. ونضفناه كمان. دلوقتي بقى هتشوفوا هنعمل الرز ازاي معاكم. هنعمله رز ايه؟ هنعمله رز ابيض. ابيض ابيض. مش هنحط عليه شعريه. ماشي عادي خالص. دلوقتي ماما هتغسل الرز عادي خالص. ماما بتحط الملح للرز بمعلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر. نص معلقة سكر. نص معلقة سكر. نشوحه كده شوية. نشوحه يعني. بسخن له ميه في الكتل عشان نزيده ميه سخنه، وزيدي عادي رز فاك عادي. وزي ما قلت لكم هنسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاع عمايل الرز عشان ما يعجنش منك ويبقى طعمه حلو ويزيد معاكي كتير. هسيبهولك برضو في صندوق الوصف، هيبقى ايه مفسر اكتر من كده. هنحط بقى الميه السخنه. بتغلوها، صح يا ماما؟ اه بتخلي السوى اسرع. نغلي الميه ونحطها على الرز. بس يعني شفتوا ما تملغوش كله، اه ربع ونص وكده على مقدار الرز اللي بتحطه. زودان الرز العادي خالص، كان عادي ما تحطيش حسابك في اللي انت نقعاه في الاول ده حاجه. بس كده بسم الله ما شاء الله، يعني بيبقى جميل جدا وطعمه حلو. النقعة الأولانية دي بتفرق خالص فيه، يعني سبحان الله حاجة بسيطة بس بتفرق. بس كده خلاص، سوى الرز العادي بقى هيغلي شوية وبعد كده نهدي عليه. دلوقتي ماما هتتبل السمك. احنا حاطين ملح على كمون على دقيق، هنقلبهم. لو في كركم بقى او كاري يبقى احسن، بس انا دلوقتي ما عنديش. عندنا كمون نحط عليه، نحطه على لا الكركم او الكاري بيعمل لون يا غودة. بيعمل ايه؟ لون. اه بيخلي السمك لونه حلو كده. ودلوقتي مولعين على الزيت، هتبل بس كده كام واحده.
بنحطهم كده، بعدين بنحطهم في طبق، بنتبلهم كده ونحطهم في طبق تاني، نتبل كده ونحط. انتي بتعملي اللي هما ليهم بتاعي الاول، الديل بتعملي الديل الاول يعني. في ديل كمان اهو، ايوه ايدك اهو. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب شوية مية، او ممكن المية اللي هنا دي، تعالي هنا، المية اللي هنا دي اللي هي ايه دي، فيها تتبيلة اللي نازلة. ايوه شطورة، اللي فيها التتبيلة بتاع السمك دي. هعمل ايه؟ هجيب اللي انا متبلاهم بالدقيق، إيه؟ احطهم في المية كده بدل ما نعمل تتبيلة تانية، وبعدين اجيبها تاني هنا، نحط تاني عليها دقيق اجيبها تاني وملح بالدقيق. يعني بتبل السمكة مرتين، يعني اكنك عملت عجينة فوق السمكة. ايوه برافو. مية ودقيق اهو، كأني عملت مرتين اهو تتبيل. بس تبلناهم كلهم اهو، حطينا عليهم مرتين دقيق ومرتين مية، مرة قصدي مية. دلوقتي بقى نحط في الزيت، لازم الزيت يبقى سخن كده يا جماعة عشان السمك ما يشربش منك زيت. تحطي زيت كتير، ما تكوني بتقلي السمك بالزيت ومش عايزاه يعمل ريحة جامدة عندك في الشقة، او هو يشرب زيت منك او ينشف، حطي له زيت كتير في الطاسة، خليها فيها زيت كتير، هيتقلي كويس وهيبقى حلو ومش هيشرب زيت، ما تخافيش. دلوقتي انا هسيب دول شوية كده وبعدين هقلبهم. حط واحدة كمان كده، كده تمام، حطيناهم كلهم، هتبل الباقي وبعدين ارجع اقلب دول. خمسة فوق شايفين لما بقلب السمك بتحس انك عشان تبلته مرتين بالدقيق، بتحس ان هي عامله طبقه كده، الطبقه دي بتبقى عازل بقى للسمك انه ما يشربش زيت، مهما تحطيه في زيت ما يشربش، يستوي حلو ويبقى لونه محمر كده وجميل. خلاص تمام، هسيبه لما يكمل سوا وبعدين نطلعه. السمك مقرمش، ايه رأيكم في الديكور اللي احنا عملناه ده بقى؟ ده بقى بصوا، احنا معانا شكل اللي هو الشكل ده في الرز، ومعانا اللي هو معانا السمك بقى، 10 سمكات جنبه. بصوا السمك مقرمش، بصوا ناشف مش شارب زيت، ناشف مقرمش. وده الشكل التاني بتاعنا بتاع الرز، شايفين الرز وجماله؟ شايفين شايفين، دي 14 حتة. الرز جميل ازاي، الرز تحفة. اجرحه لكم بس عشان تشوفوه اهو، بصوا من جوه، من جوه بصوا من جوه طعم. بصي فيش يا ماما، واحدة ماسكة خطة. هاتي يا ماما ثواني، عايزة تدوقي؟ اهو اهو رغد، عايزة تدوق، دوقي يا غدا. طعمه ملوش حل، ملوش حل. ماشي، سمعين صوت المقرمشة بتاعته؟ بالهنا والشفاء يا اوضه. جرب يكون الفيديو ده عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. مع السلامة.